السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فيعني بصراحة لا أستطيع أن أكتب مشاعر الحزن التي تعتصر يعني قلب الواحد وهو يتحدث الآن. يعني غالبا كده مش هقدر النهاردة أقول لكم أي كلمة حلوة يا جماعة، يعني غالبا كده يعني الواحد فعلا قضيم قضيم. احنا عشنا في زمن صعب، عشنا في زمن السنة فيه بألف سنة على قلب المؤمن، عشنا في زمن صعب جدا. لما في برنامج من برامج التوك شو واحد يقول لواحد يعني يقول له كتاب البخاري ده مفخرة، يقول له قصدك مسخرة. لما يقال على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقال على الوحي الذي جاء من مشكاة الوحي به جبريل أمين السماء إلى محمد أمين الأرض عليه الصلاة والسلام، لما يقال هذه الكلمة، القضايا مش قضية اللي قالها، ما شياطين الإنس مليين الدنيا طول عمرهم، القضايا مش قضية اللي قالها، القضية قضية الملتزمين فين يا جماعة؟ مئات الألوف اللي كانوا في ندوات الجامعات والمؤتمرات والدروس وخطب الجمعة، الناس دي راحت فين يا جماعة؟ الملتزمين اللي شغالين في الدعوة إلى الله فين يا جماعة؟ لما الحرب بقت على الجذور، لما الحرب بقت استئصال لثوابت الدين ومفيش حد بينطق، هو في ايه؟ هو احنا حقيقة ولا وهم؟ هو اللي قاعدين قدامي دول ملتزمين بحق وحقيقي ولا شوية دخان معتقدين ان احنا معانا او ان احنا طيار واحنا وهم؟ لسنا طيار ولا شيء. لما يجي يجيب واحد نصراني في برنامج توك شو، يجيب شيخ ويجيب قص ويقول لهم الغنى حرام ولا حلال، ويجي الشيخ يقول له ده انا بسمع اسمهان، تسمع اسمهان؟ تسمع ايه في اسمهان؟ بسمع اسمهان. والتاني يقول له القص، يقول له الكلام ده عندنا حرام. يا هو بقى كمان الكلام في الدين بالمنظر ده؟ هو بقى اي حد بيتكلم في الاسلام حتى غير المسلمين؟ القضية قضية لما اللي بيحصل الوقت، يعني بعد 25 يناير كان سلبية الملتزمين في الدعوة الى الله وسلبية الملتزمين في العمل لدين الله كانت سلبية مقيتة وخنيئة، ولكن كان فيه عذر، مش كان فيه عذر، يعني ممكن تقول ان يا اخي اخ لسه مش فاهم، اخ كسول. انما اللي ما بيشتغلش للدين الوقتي بعد الحرب الاعلامية الشرسة على ثوابت الاسلام بعد 30/6 ده مش بني ادم اصلا. يعني اللي بعد 25 يناير ما اشتغلش في الدعوة ده واحد كسول، وده اخ مليان امراض، ودي اخت مليانة مشاكل ايمانية وعايزة تفهم دينها وعايزة تتقي الله. انما اللي بعد 30/6 بعد ما بقت الحرب الاعلامية على ثوابت الدين وعلى ثوابت الاسلام وعلى استئصال جذور الدين من حياة الناس، ده مش بني ادم، ده مش بقولك ده مش ملتزم، ده مش بني ادم اصلا. كيف يزعم انتمائه للتيار الاسلامي وكيف يزعم انتمائه للالتزام وهو اصلا شيء؟ لان بعد 25 يناير القضية قضية حدود. يعني ايه قضية حدود؟ يعني هما العلمانيين هيمسكوا ولا التيار الاسلامي هيمسك ولا؟ انما بعد 30/6 القضية قضية وجود. العلمانيين مخليين القضية قضية وجود. ازاي يا اخوانا؟ ازاي ديننا هاين علينا لهذه الدرجة؟ ازاي؟ يعني انا لا استطيع ان اجد عذر لانسان لا يعمل لدين الله في هذه الفترة، ولا ينشط لنصر الدين الله في هذه الفترة، ولا يتحدث عن الله في كل مكان في هذه الفترة. يعني الواحد والله بفكر ان انا اسيب الدروس اصلا واسيب اي حاجة واقعد انزل للناس في الشارع وخلاص. ما هو مادام احنا قاعدين نقول التربية 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 وفي النهاية ادي التربية، طب هو فين الثمرة؟ فين الناس اللي فعلا شايلة هم الدين او شايلة قضية الدين؟ هل الغيبوبة اللي احنا عايشين فيها غيبوبة تقيلة للدرجة ديت؟ هل الغيبوبة اللي اصبحت عند الملتزمين تقيلة لدرجة ان هم مش قادرين يفهمهم بأي وجه سيلقوا الله يوم القيامة وهم يرون هذه الحرب على ثوابت الدين وعلى ثوابت الإسلام ولا يحركوا ساكنا؟ مصيبة الساحل الشمالي، مصيبة المصايف الجديدة اللي أصبحت الخمور فيها بتحمل في أيدي الشباب وأصبح الفجور والموبقات فيها علني علني. يعني احنا عاطفتنا الدينية مفيش غير على دين ربنا
انك انت ما ينفعش تسكت هذه الايام، انك انت ما ينفعش تتنقص عن الدعوة الى الله في هذه الايام. عشان كده يعني الاسم اللي يعني بتاع الدرس اللي ممكن نقوله الوقت نريد رجلا، انما الاسم اللي في صدرنا السلفيون، وهم ام حقيقة؟ هو احنا اخواننا طيار بحق وحقيقي، ولا احنا شوية دخان، ولا احنا شوية وهم؟ لا يوجد لنا اي ثقل في اي شيء، لا لنا ثقل اعلامي، ولا لنا ثقل اجتماعي، ولا لنا ثقل تغييري في المجتمع. قولولي ايه الملف اللي احنا غيرناه في الواقع؟ قولولي ايه القضية اللي احنا غيرناها في اذهان الناس؟ قولولي مين من الناس اللي ماشية في الشارع برة دي مستنيين حد مننا عشان يغيروا اتجاه حياتهم بسبب توجيهه؟ يا اخوانا احنا يعني احنا حقيقة ولا احنا وهم؟ الواحد يعني سبحان الله، يعني انا مش قادر ان انا مقصوش عليكم في الكلام، رغم ان الكلام ده ممكن يبقى قاسي ويمكن يبقى شديد، بس انا مش قادر، لان الكلام ده انا قاسي على نفسي بيه. يعني احنا عايزين ندرك يا اخوانا، هم السلفيين دول حقيقة ولا شوية دخان كده موجودين في المجتمع المصري وخلاص؟ لا يوجد لهم اي اثر تغييري في الواقع. احدهما ابكم لا يقدر على شيء، ابكم بكم، ما بينطقوش، ما بيكلموش، ما بيغيروش، لا يقدروا على شيء، ما بيقدروش يغيروا لا أسرهم ولا مجتمعاتهم ولا دفعتهم في كليتهم ولا زمايلهم في شغلهم ولا قرايبهم في أسرهم ولا جيرانهم في مناطقهم، لا يقدروا على شيء. وهو كل على مولاه، هيفضل متشل، هتفضل طول عمرك متشل، هتفضل طول عمرك لو ما خدتش الحقوني هتقولي شيخ يشحني بسرعة، الحقوني هتقولي، هتفضل طول عمرك كده؟ هتفضل لو 5 علمانيين قعدوا مع بعض هيعملوا مصيبة، ده هيعمل جريدة ودي هتعمل برنامج توك شو وده هيعمل قناة وده هيعمل 1000 ملتزم، بيعملوا ايه في الاخر؟ الحشود اللي كانت بتحضر في الجامعات والمؤتمرات والندوات والخطب بتاعت الجمعة، فين؟ فين مما يحدث للإسلام في مصر الآن؟ فين من حرب استئصال الجذور والثوابت العقائدية في مصر الآن؟ فين يا اخوانا؟ انت وزنك ايه؟ احنا وزننا ايه؟ نريد رجلا. عايزين نفهم يا اخوانا ايه المطلوب مننا، عايزين نفهم ايه الحاجة اللي لازم نعملها. انت لازم تبقى ايه؟ الصورة اللي انت لازم تبقى عليها تبقى ايه؟ عايزين راجل. اول حاجة رجل لا يقبل الاعذار، ده اول صفة، ده اول حاجة المفروض انت تبقاها، المفروض انت تبقى كده. الشخصية المطلوبة اللي احنا عايزينها، مش المهم اللي قاعد كام، المهم في كام واحد بالصفات اللي احنا بنقولها ده ايه؟ في كام واحد رجل لا يقبل الاعذار ولا يبرر بالاعذار، عذر الوحدة، اصل انا لوحدي، اصل انا مش قادر. طب ما سيدنا يوسف كان لوحده، قعد في مصر سنين وسط دولة كلها من اولها لاخرها كفار لوحده، وغير في الدولة وهو لوحده. طب ما سيدنا موسى كان لوحده وهو طب ما سيدنا سلمان الفارسي وهو بيلف في الارض بيدور على حد يدله على الله كان لوحده. الوحدة مش عذر، مش مبرر. الواحد يقول لك اصل فساد البيئة اللي احنا عايشين فيها، ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها، الصحابية الجليلة ام حبيبة بنت ابي سفيان، ابوها كان كافر ابو سفيان، امها كانت كافرة هند بنت عتبة، اخوها كان كافر معاوية بن ابي سفيان، وكانوا بيحاربوا الاسلام حرب شعواء، وفي وسط الواقع ده اسلمت وتحدت الدنيا كلها. ايه القضية؟ سيدنا يوسف اتحط في افسد بيئة في مصر، بيئة القصر، ولم يتلوث. بعد كده اتحط في افسد تاني بيئة، بيئة السجن، ولم يتلوث. سيدنا موسى اتربى في قصر فرعون ولم يتلوث. هي ايه القضية يا اخوانا؟ اول حاجة رجل لا يقبل الاعذار، رجل لا يتستر وراء الاعذار. ما تقوليش اصلا انت اللي ضعيف، انت اللي كسول، انت اللي مش عايز تبقى راجل، انت اللي مش عايز تنشط، انت اللي مش عايز تشتغل لدينك زي ما بتشتغل لدنيتك. انت لازم تعترف. الصحابة وصلوا لانهم كانوا صادقين، يقولوا نفق حنظلة، يعني صادق، واحد بيواجه نفسه بمشاكله. انما احنا انا كده كويس، انا حلو، اصلي ما انت شايف الواقع، ما انت شايف المتبرجات، ما انت شايف اللي يا ابني بص لنفسك في المرايه الاول، هي القضية فيك انت، انت اللي لازم تبقى راجل. ما طول عمر الحق بيعمل لدين الله في وسط نار الباطل. اشمعنا احنا اللي كده؟ اول حاجة رجل لا يبرر بالاعذار. الحاجة التانية رجل يعلم ان جنة ونار الناس في رقابنا. راجل، مين فيكم
راجل فاهم ان جنة ونار الناس اللي برا، جنة ونار الناس اللي قاعدة قدام التوك شو بتتسمم عقائدها في رقبتنا احنا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان الناس ما يقفوش يوم القيامة يقولوا له يا رب ندخل النار ليه؟ ما بعتلناش حد، ما حدش قال لنا. لو انت ما اتحركتش في الدعوة الى الله، في قول الله سبحانه وتعالى: واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها. طبعا الكلمة دي تنطبق على يعني علينا يعني تماما. واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها وتركوك قائمة، سبوك لوحدك بقى قاعد تدعو الناس لنصرة الدين وانهم يشيلوا الاسلام، وتركوك قائمة. في التفسير قال يعني احد التابعين: والله لو خرجوا جميعا، لو كان كلهم سابوا النبي وخرجوا للتجارة اللي جت بره المسجد، والله لو خرجوا جميعا لاشتعل عليهم الوادي نارا. كان ربنا حرقهم في الدنيا قبل الآخرة. لو كانوا خرجوا وسابوا النبي كلهم كان ربنا حرقهم في الدنيا قبل الآخرة. شوف بيقول ايه على مين يا اخواننا. الدين مفيش فيه مراكز قوة، هو ده دين. اللي عايز يبقى مع دول في الجنة يعمل زي ما هم عملوا. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة، لو خرجوا جميعا لاشتعل عليهم الوادي نارا. القضية مش لعبة، الدين ده مش لعبة، الشغل الدين ربنا مش لعبة، العمل في الدعوة الى الله مش لعبة. انك انت تجتهد في نصر الدين ربنا وانك تقف على ثغر من ثغور الدعوه الى الله، ده موضوع ده لئلا يكون للناس على الله حجه. الموضوع مش اختياري منك او بمزاجك. عشان كده قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله. اوعى يبقى اسمك عند الناس ملتزم واسمك عند ربنا خاين. اوعى يبقى اسمنا عند الناس ملتزمين واسمنا عند الله خونة. لا تخونوا الله، ده ربنا بيكلم الصحابة وبيكلمهم بعد غزوة بدر. امال احنا يتقال لنا ايه؟ ده الكلام ده بعد غزوة بدر في سورة الانفال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم ايه؟ وانتم تعلمون. اللي يقولك انا معرفش اعمل ايه للدين ده كذاب، لان ربنا قال وانتم تعلمون. انت عارف انت المفروض تعمل ايه، انت عارف اللي عليك ايه، انما انت اللي مش عايز، مش انت اللي مش عارف. وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وان تتولوا. والله ما انتوش هتشتغلوا للدين، مش هتشيلوا الدين. في واحد عايز يعيش دين مش يشيل دين. يعني ايه يعيش دين؟ يعني عايز الدين مستشفى امراض نفسية. اسمع كلام جميل يا اخوانا، دي مسؤولية. جنة ونار الناس اللي برا دي في رقبتنا قدام ربنا، هيجي يمسكوا في رقبتنا يوم القيامة. وانتوا ما كلمتوناش ليه؟ وانتوا ما فهمتوناش ليه؟ قال تعالى: وان تتولوا، لو مش هتشيلوا الدين، يستبدل قوما غيركم. يعني قوما يعني التيار الاسلامي ده هو من اوله لاخره، من اكبر راس لاصغر راس ربنا ممكن يشيله ويجيب تيار اسلامي غيره. ربنا بيقول مش يستبدل غيركم، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. هيبقوا رجاله، هيبقوا رجاله. ربنا ده الكلام ده ربنا قاله للصحابه بعد غزوه بدر في سوره محمد. سوره محمد نازله بعد نصر بدر. امال يا اخوانا احنا يتقال لنا ايه؟ وان تتولوا يستبدل. ربنا بيهددك بالاستبدال، ربنا بيهددك بالاستبدال. احنا مهددين بالاستبدال لو ما شلناش ديننا، لو ما شلناش قضية الدعوة الى الله، لو ما صدقناش ربنا وشلنا قضية الدين. عشان كده قال تعالى: قل للمخلفين من الاعراب. قل للي بيقولك مش قادر، اصل الموضوع ده صعب، وهو يعني بيدور في ساقية في الدنيا، في الدنيا بيطحن. تلاقي الاخ في الدنيا بيطحن وتيجي تقول له اشتغل في دعوة يقولك ازاي معرفش، وهو لو يعني اشتغل بكرة يعني مندوب دعاية في اي حاجة، يعني يقنع الدنيا كلها ان اي حاجة. يا اخوانا اشمعنى في الدين معرفش، مقدرش، ما ينفعش؟ التلات كلمات اللي دايما لازم الاخ يطلع لك كلمة من التلاتة كل ما يحس ان هو بقى مسؤول عن حاجة في الدين: يا معرفش، يا مقدرش، يا ما ينفعش. اشمعنى في الدنيا ما بيقولش حاجة من التلاتة دول؟ يروح يشتغل يقول له هتشتغل من 6 الصبح ل 17 بالليل، ما يقولش مقدرش حاضر. يقول له هتشتغل 50 شغلانة، ما يقولوش معرفش ماشي. يقول له هتمشي على ايديك ورجليك فوق، ما يقولوش ما ينفعش. تمام، هو ده المظبوط. اشمعنى في الدين؟ اقل حاجة
نتنصل منها. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي بتقول لا الموضوع ده صعب والشغل للدين صعب والدعوة صعبة. يا ابني اللي بيتقال لك دلوقتي ده أصلا مش المهمة اللي مطلوبة منك، أمال إيه؟ يا ابني ده اللي مطلوب لسه جاي. ده اللي مطلوب منك دلوقتي ده تسخين، انما الكلام اللي هيغير العالم ده لسه جاي. ستدعون الى قوم اولي بأس شديد. انتوا فاكرين اللي مطلوب منكم الوقت ده وانتوا ما بتعملوهوش هو ده اللي مطلوب اصلا؟ ده اختبارات قبول للكليه العسكريه في دين الله، في الجنديه لدين الله. انت تنفع ولا تنفعش اصلا؟ انما المهم بقى النصر الدين الله في الارض، ده حاجه تانيه، ده موضوع تاني. عشان كده سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. بيقولوا للنبي احنا كان عندنا مشاكل، الدنيا كان فيها مشاكل بتاعتنا فتعطلنا عن الدين، استغفر لنا. منافقي زمان افقه في دين الله من ملتزم الان. ملتزم الان يقول لك انا عامل، انا عندي مشاكل، طب والدين يعمل ايه؟ طب والدعوه تعمل ايه؟ ما توازنها يا سيدي. يعني لو واحد عنده ولدين، واحد ولد مريض ولد مريض، هيوازن ما بينهم؟ مش هيقف مع واحد ويقول لي انت بقى منوازن ما بينهم. ولكن ان الذي يحدث الان يا اخواني وسط الملتزمين جريمة. نحن متهمون بجريمة القعود عن الدعوة، كاتهام الامة بجريمة القعود عن الجهاد. طيار كامل مش عايز يشتغل في الدعوة، عايز يهق في الساسة على الفيسبوك، عايز يهق في الكلام بينه وبين بعضه، انما يا ابني اشتغل في الدعوة، مش عايز يشتغل. يا ابني انصر دين ربنا، يا ابني اقف على صغر من صغور الدين. طب وبعدين؟ طب انت ظنك ايه؟ رجل يعلم ان جنة ونار الناس في رقابنا، رجل يعلم ان الدعوة الى الله مسؤولية امام الله، سنقف بين يدي الله ونحاسب عليها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ثم لم يحملوها مرضوش يشيلوا دين كمثل الحمار. القرآن نكل باللي مرضاش يشيل دين، القرآن نكل باللي مرضاش ينصر دين ربنا وينصر دعوة ربنا سبحانه وتعالى. رجل يعلم معنى الثبات، رجل يعلم معنى الثبات ويعلم معنى الالتزام. الواحد كان يعني السنة اللي فاتت دي يجي الاخ ادعي لي اثبت. عم الشيخ ادعي لي اثبت دي بالنسبة له معناها ادعي لي ما احلقش دقني. هو الدقن بقت هي الثبات؟ هي الدقن بقت الدين؟ هي دقنك دي بقت دينك الوقتي؟ دقنك وقع دينك وقع، دقنك سبت دينك سبت. ايه الفهم السطحي ده للاسلام؟ الدقن دي ده اللي اسمه الهدي الظاهر، النقاب ده طبعا حجاب، يعني حجاب الحجاب فريضة على المرأة. الدقن دي اسمها الهدي الظاهر. عارف يعني ايه؟ يعني سبحان الله العظيم، لما قلت لكم المرة اللي قبل اللي فاتت قلت لكم ان الطريق الى الله عامل زي رقم المحمول، 11 رقم، لازم تطلب ال 11 صح وال 11 بنفس الترتيب، وما فيش ولا رقم يطلع غلط او يقع منك. قلت لكم الطريق الى الله كده لازم يبقى له ترتيب، والخطوات كلها تتجاب، مفيش خطوه تقع منك، والخطوات تبقى كامله ومفيش خطوه تبقى غلط. قلت لكم هذا الكلام يا جماعه يا اخوانا، هي يعني ده معنى الثبات يا اخوانا، ده معنى الدين، ده معنى الالتزام. الهدي الظاهر ده رقم واحد من ال 11 رقم، اللحيه بتاعتك والالتزام بالهدي الظاهر ده رقم من ال 11 رقم، انما ده مش الدين كله، ليس هذا هو الدين كله. الثبات يا اخوانا يعني ايه الثبات؟ اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، رضي الله عنها وارضاها، اسمها بنت ابي بكر وعندها 98 سنة، ست كبيرة عجزت بقى عندها 98 سنة واتعمت كمان وعميت. ابنها المنذر ابن الزبير جاي من العراق فجاب لها توب جميل كده، جايبه لامه يلبسه لها كده، فمسكت التوب كده بايديها ما بتشوفش، فلقته ايه؟ يعني قالت اوف اوف اذهبوا به عني، خدوا التوب ده رجعوه له. فابنها قال لها يا امي انه لا يشف، ده مش شفاف ولا حاجه. وعارف امه بقى والعفاف اللي عندها سيده اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، فقالت ان كان لا يشف فانه يصف، بس بيبين تفاصيل الجسم من تحته حتى لو مش شفاف. واحده عمية عندها 98 سنه، 98 سنه. الحجاج بن يوسف الثقفي قتل ابنها الزبير عبد الله بن الزبير وعلقه في شوارع مكه، صلبه وممنوع ان حد يقرب منه او ينزله، ممنوع. ولما بعت لها قال لها يا امه، قالت له اني لست لك بام وانما انا ام ذلك المصلوب،
امرأة بألف راجل عندها 98 سنة، نفس هذه المرأة اسماء وهي عندها 17 سنة لما كانت بتطلع الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، لما هاجرت المدينة وهي حامل في الشهر التاسع وولدت عبد الله بن الزبير اللي اتصلب في حياتها على مشارف المدينة، امرأة بألف راجل وهي عندها 17 سنة وهي عندها 98 سنة، 80 سنة ثابتة. الأخ بعد سنتين من التزامه تقول له أخبار السواك إيه؟ يقول لك إيه؟ انت بتقول ايه؟ ده انت قديم اوي، اخبار تكبيرة الاحرام ياه، ده ايام زمان الكلام ده، ايام كنت افكر في الكلام ده وبفكر في تكبيرة الاحرام وبقى قلبي بيتقطع لما اصحى الاقي ورد القيام راح عليا، وابقى خارج من المسجد بعد الفجر قلبي متقطع ان جلسة الضحى مش هقعدها النهاردة. يا عم الكلام ده كان زمان، وزعلان ونايم زعلان ان ورد القرآن ما قرتوش النهاردة، الكلام ده كان زمان يا ابني. دي 80 سنة ثابتة، هو ده الثبات يا ابني، هو ده الثبات. عشان كده ابو بكر الصديق وعنده 40 سنة العبيد اسلمهم، سيدنا بلال وغيره أسلموا وبيتعذبوا، طلع ماله كله عشان يعتقهم، وهو عنده 50 سنة النبي عليه الصلاة والسلام هيهاجر محتاج فلوس، طلع ماله كله عشان يمول الهجرة، وهو عنده 60 سنة غزوة تبوك جاد محتاجين فلوس عشان الجهاد، طلع ماله كله، وهو عنده 40 زي هو عنده 50 زي هو عنده 60. الثبات يا اخوانا، الثبات. سيدنا أبو بكر الصديق لا تمر الأيام ويتغير وما بدلوا تبديلا. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق قال أينقص الدين وأنا حي؟ قالها إمتى؟ قالها مرتين. المرة الأولانية قالها وهو عنده 62 سنة قبل ما يموت بسنة واحدة بس، قال لما لقى الردة أو منع الزكاة في جزيرة العرب، أينقص الدين وأنا حي؟ المرة اللي قبلها قالها لما كان داخل المسجد مرة فلقى واحد خارج من المسجد برجليه اليمين خلاف السنة، لقى راجل واحد بيخالف سنة واحدة مرة واحدة فقال أينقص الدين وأنا حي، يعني في أصغر سنة قال أينقص الدين، وفي أكبر أمر وهو سقوط الدولة الإسلامية كلها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أينقص الدين. يعني إيه؟ هو شايف إن الدين كله خطير، هو شايف إن الدين كله مهم، هو شايف إن الدين عامل زي السبحة لو حباية فرطت كله هيفرط وراها. واحد فاهم الدين، فاهم إن إقامة أعمال الدين في الواقع هي معناها إن الدين بعافية في المجتمع ولا لا، الحجاب صح ولا لا، غض البصر في الشارع مظبوط ولا لا، عدم الاختلاط بين الرجال والنساء صح ولا لا، احكام الشريعة مطبقة ولا لا، الناس بتقفل محلاتها ساعة صلاة الجماعة ولا لا، الناس بتصلي الفجر في الجامع ولا لا، تعظيم شعائر الله في رمضان والصيام، ما بتلاقيش واحد ماشي بسجائر في الشارع ولا لا. هو ده معنى الدين يا جماعة. ابو بكر الصديق فاهم ان الدين ينقص لو حاجة واحدة من الدين غابت عن الواقع. سيدنا ابو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الجهرية لما حاولوا يقتلوه في الكعبة وهجم عليهم ابو بكر الصديق وكان هو اللي هيتقتل ولم يعرف وجهه من ظهره من الدم، تمر الايام والنبي كان هيتقتل في غزوة احد، يجري ابو بكر الصديق يفديه بنفسه وبجسمه، برضه يفديه بحياته في موقف تاني بعدها بسنين في احد. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يموت ويحصل حركة منع الزكاة، سيدنا ابو بكر يدخل في اكتر من 100 جبهة قتالية ويعرض نفسه للقتل. ابو بكر الصديق كان لا يمكن يتحمل ان الدين يبقى في خطر ويسكت، هو شخصيته كده ما يقدرش يتحمل ان يشوف الاسلام في خطر ويسكت، حتى لو هيتقتل حتى لو هيضحي بحياته شخصيته كده. هو ده الثبات يا ابني، هو ده الثبات. انما القضية دلوقتي لما اقعد افتكر يا الاخ فلان او الاخت فلانة اللي كانت من 5 سنين مكسرة الدنيا في الدعوة والدعوة في كل مكان وفي المواصلات، يا ترى هم فين دلوقتي؟ انا مش عايز اسأل هم فين دلوقتي لان انا تقريبا عارف هم فين دلوقتي، انا عارف الناس. يا اخوانا احنا هنفضل كده لحد امتى؟ اين الثبات؟ رجل يعرف معنى الثبات، رجل يعرف معنى الالتزام. احنا عندنا كلمة ملتزم الحمد لله يبعت لك المشكلة مثلا فافتح لي قلبك والتزمت بفضل الله، هو التزمت دي معناها التحيت وهي بالنسبة لها معناها لبسة النقاب. يا ابني ومين قالك ان ده التزام؟ كلمة التزام دي عند اهل الدنيا كلمة رهيبة. المانيا بعد ما اتدكت في الحرب العالمية الثانية قامت وبقت من دول العالم العظمى بالالتزام. اليابان بعد ما اتضربت بالقنابل النووية قامت وبقت من دول العالم العظمى بالالتزام. كلمة الالتزام دي بره معناها حياة الجيش، كلمة الالتزام بره معناها جيش، ان الناس عايشة حياة جيش، تصحى في وقت معين
تشتغل في وقت معين، تبطل في وقت معين، معناه جيش. انت عايش جيش؟ بالله عليك، انا عايز كل واحد منكم يقول لي ايه الخطوط الحمراء اللي في حياته. ايه الخطوط الحمراء اللي في حياتك؟ ما كلمة التزام يا ابني عند الدنيا معناها الجيش، هي دي، انه عايش حياة عسكرية، ملتزم، منضبط بالمواعيد وبالدقيقة في كل حاجة. انت ايه القيام؟ عندك خط احمر؟ طب قول لي كده كام ليلة قمتها الشهر اللي فات؟ صيام الاثنين والخميس عندك خط احمر؟ طب قول لي كده جلسة الضحى عندك خط احمر؟ طب قول لي كده ايه الخطوط الحمراء اللي في حياتك؟ تكبيرة الاحرام عندك خط احمر؟ الدعوة الى الله عندك خط احمر؟ ايه طلب العلم، حفظ القرآن عندك خط احمر؟ قول لي الخطوط الحمراء اللي في حياتك ايه. وهذا يعني من معاني الرجولة، رجل يعلم ان له خطوط حمراء في دينه. يا اخوانا، من ضمن التشوهات اللي حصلت عند عقلية الملتزمين في فهم معنى الالتزام، ان في ناس فهمت الملتزمين والملتزمات ان الدين ده مشاعر. يعني ايه مشاعر؟ الدين انك انت يبقى قلبك في السماء، وانك يبقى قلبك ساجد تحت العرش، وانك تبقى عايش مشاعر الخوف والرجاء في قلبك. هم فاهموا من الالتزام كده. يا اخوانا، انت لو قعدت تراقب قلبك هتتجنن في الاخر، في الاخر هتتجنن. ليه؟ لان قلبك ده رايح جاي، هو اسمه قلب عشان قاعد يتقلب. امال اقيس ازاي؟ انا مش بقول ان المشاعر مش من الدين، ده هي ده اهم حاجة، انما بقولك ان مش ده المقياس اللي انت لازم تاخده على دينك. امال ايه هو الالتزام؟ الالتزام هو ثوابت خطوط حمراء طول ما هي في حياتك انت ماشي صح، وهي اللي هتجيب لك المشاعر بعد كده. انت ايه الثوابت اليومية اللي عندك؟ ها، تكبيرة الاحرام ثابت؟ قولي قيام الليل ثابت؟ جلسة الضحى ثابت؟ ايه الثوابت؟ طب ايه الثوابت الاسبوعية؟ عندك يوم بتتفرغ فيه لعبادة الله؟ ايه الدروس الثابتة اللي عندك في حياتك؟ ايه الدعوة الى الله، اعمال الدعوة اللي ثابتة في حياتك؟ اعمال حفظ القرآن او طلب العلم اللي ثابتة في حياتك؟ قولي ايه الثوابت اللي في حياتك؟ ايه الخطوط الحمراء؟ اقوم كده تعرف تقيس نفسك. انما لما يكون الدين مشاعر، تعال لي بقى بعد 20 سنة وانت واقف كده بقى في الصلاة، وتلاقي قلبك ما انتش حاسس باي اية من الايات مثلا، وتقول ياه بقالي 20 سنة خرجت بشوية مشاعر، شوية روح وشوية ييجوا. لا، انا عايز نخرج بثوابت عملية. يبقى الدين كلام عملي، اعرف اقيس الوقت انا ماشي على الطريق ولا مش ماشي على الطريق. وطول ما انت عمليا ماشي مظبوط، الايمان هيجي والمشاعر هتيجي. رجل يعلم ان نصرة دين الله هي مسألة مصير، وهي مسألة نجاح او هلاك، وهي مسألة جنة او نار. راجل عارف ان نصر الدين ربنا دي مسألة جنة او نار. يعني ايه؟ يعني واحد اخوانا، سبحان الله العظيم، يعني انا بتخيل منظر الدقون الطويلة او يوم القيامة والمنقبات كده يوم القيامة، بتخيل منظر كده، اول من تسعر به من النار مجاهد دقنه طول كده اهو، قارئ دقنه طول كده اهو، رجل البر والاحسان فلان دقنه طول كده اهو، او هي. ولكن للاسف كانوا مرائين، كانوا بيشتغلوا عشان الناس مش عشان ربنا. يعني ايه؟ يعني القضية مش قضية الهدي الظاهر بس اللي احنا بنقيس بيها الدين، قضية انك رجل يدرك شمولية الدين، واخد الدين بشموليته. احوال قلبك ايه؟ احوال الاخلاص في قلبك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال، تهمة بيضاء امثال جبال. اللي عمل قد الجبال ده دقنه طول ايه بقى؟ ولا هي النقاب بتاعها كان شكله؟ اللي عمل جبال حسنات ده كان شيخ المشايخ، فاجعلها الله هباء منثورة. ليه؟ كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني الحال بتاعه في السر ما يأهلوش انه ينجح. يعني ايه؟ يعني يا اخوانا، القضية انك لازم تاخد الدين بشموليته. حديث عبور الصراط، لما مجموعة كانت متآخية في الدنيا وبيعدوا الصراط، فشوية يقعوا وشوية يعدوا، فيقف يناشد الله ويقول: يا رب اخواننا اللي وقعوا في النار دول، يا رب اخواننا كانوا يصلون معنا. كانوا يصلون، ده اسمه في اللغة زمن ماضي مستمر، يعني الناس دي كانت ياما عملت. كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويعملون معنا. يا رب دول كانوا شغالين. قال: امال وقعوا في جهنم ليه؟ لما كانوا بيحجوا كل سنة وكانوا بيصلوا على طول وكانوا بيعملوا الاعمال الصالحة، امال وقعوا ليه؟ لان الدين مش هو العبادة بس. اللي بيخون قضية العمل لدين الله، مش دي امانة؟ مش الامانة بتنتظر العبد على الصراط، اما تسقطه في النار واما تجيزه؟ مش دي امانة وخنوها؟ امانة الدين
يعني لو واحد خان قضية العمل لدين الله سبحانه وتعالى ده، يبقى عايزين نفهم يا اخوانا الدين، عايزين نفهم ان قضية نصر الدين الله ده قضية جنة ونار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي اقوام على الحوض فيزادون عنه، الملائكة تطردهم فيقول يا رب امتي، يا رب ده دول على السنة، هو بقى الاخ فلان والاخت فلانة والنقاب الحلو واللحية الجميلة والدنيا منورة ومشعشعة، يا رب امتي، فيقولون انك لا تدري ما احدثوا بعدك، دول خرجوا عن الطريق خالص، ما كملوش على طريقك يا محمد، ما كملوش على منهجك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ما كملوش على هم النبي وفكر النبي وجهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كملوش على حالك في الصورة والسيرة والسريرة. هي القضية قضية ان الدين حاجة واحدة وخلاص، قضية ان احنا نفهم اخواننا، نفهم قضية الدين بتاعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما المفلس؟ كل ده انا قاعد اجيب لك ملتحين ومنقبات يوم القيامة. انا عايز اقول لك ان القضية مش قضية ان التزمت يا اخي بفضل الله، الموضوع مش كده يا ابني، انت احوالك ايه؟ شمولية دينك اخبارها ايه؟ نصرتك لدين الله اخبارها ايه؟ الاسلام يأتي يوم القيامة فيشهد على الناس فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني. لو الاسلام شاور عليك يوم القيامة وقال يا رب دي خذلتني، لو الاسلام شاور عليك يوم القيامة وقال يا رب ده خذلني، متخيل ان هيحصل لك ايه؟ حتى يجاء بعمر بن الخطاب فيقول الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر. يعني نصر الدين ربنا ديت دي من الحاجات اللي انت هتتحاسب عليها يوم القيامة. الوقوف مع الاسلام ده شرط من الشروط اللي النبي عليه الصلاة والسلام شرطها على الانصار عشان يرضى يقبلهم جنود معاه في الاسلام. قال لهم وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم، على ان لما الدين يحتاجك تقوم، على ان لما الدين يتحارب تقوم. هتقولي اقوم اعمل ايه؟ انا مش هقول لك تقوم تعمل ايه، وانتم تعلمون، انت عارف، اعمل ما تستطيع، اشتغل لنصرة الدين على ما تقدر. انما ان يعني الواحد بيتساءل يا اخوانا احنا عايشين في واقع ولا عايشين في وهم؟ التيار اللي اسمه التيار السلفي ده، التيار اللي اسمه التيار العريض الكبير اللي في كل حتة دي من اسكندرية لاسوان ده، هو التيار ده حقيقي؟ هي الناس دي بحق وحقيقي؟ الناس دي الوف مؤلفة ومفيش وزن، مفيش اي وزن تغييري في الواقع. هو احنا هنفضل كده؟ لازم نقف مع نفسنا. ما تقوليش انا كده بقصو عليك، انا كده بفوقك، انا كده بفهمك ان يا ابني اللي انت بتعمله ده مش اسمه دين، يا ابني اللي انت بتعمله ده مش اسمه شغل للاسلام. انت عامل زي بتوع زمان اول ما اخترعوا السينما كانوا يجيب لك الشاشة منظر قطر ماشي وورا الشاشة يوقفوا خمسة بطبل يقعدوا يضربهم فالناس تتجعز وتلان القطر جاي عليها ويقوموا يجروا، وبتوع السينما معتقدين ان بيعملوا كده سينما. الوقت طبعا يبصوا على اللي كان بيتعمل زمان ده ويضحكوا، او بالظبط كده احنا معتقدين ان اللي بنعمله ده عمل للدين. يا اخوانا ده مش عمل، احنا اللي بنعمله ده مش ده اللي مطلوب مننا، اللي مطلوب مننا نشتغل بحقه حقيقي. قلبي بيتحرق لما بشوف منظر الاسفلت على الطريق السريع والعربيات اللي رايحة في تجارة الدنيا رايحة جاية نحلته نحل نحلته. هقول يا ربي هم العربيات اللي رايحة في الدين وفي الدعوة الى الله امتى هتنحل الاسفلت بتاع الطريق السريع؟ اهل الدنيا لما بيشتغلوا بيشتغلوا، اهل الدنيا لما بيتعبوا بيتعبوا، وإلا القارات الستة دي اتعمرت ازاي؟ ست قارات اهل الدنيا عمروهم في 100 سنة، عمروهم وطلعوا القمر وشقوا الذرة، ما بيلعبوش في الدنيا، ما بيلعبوش. هم بيحبوا الدنيا اكتر ما احنا بنحب الدين. ليه؟ هم شغالين بجد. وانت تيجي تقول الاخ اشتغل في الدعوة اصل انا اصل ورايا انت حر والله، لو خرجوا جميعا لاشتعل عليهم الوادي نارا. انت حر، انت حر، بس انت هتقف تتحاسب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى انك تنكست عن اي ثغر من ثغور نصر دينك، انك سكت. احدهما ابكم لا يقدر على شيء. الرجولة يا اخوانا، نريد رجلا لا يبرر بالاعذار، ما يقولكش اصل انا وحش عشان وعشان وعشان. يا ابني اتهم نفسك شوية، خليك صريح مع نفسك زي الصحابة لما قالك نفق حنظلة، لما كان يقولك اصبت حدا يا رسول الله، لما طهرني يا رسول الله، واحدة جاية تقولك طهرني يعني تتهم نفسها بايه؟ واحد بيقولك طهرني يعني معناه ان هو بيقول على نفسه ايه؟ صراحة. ناس صادقين مع نفسهم عشان كده وصلوا. رجل لا يبرر بالاعذار، لا يبرر تخاذله ولا تكاسله بالاعذار، بيقوم ويصلح
رجل يعلم أن جنة ونار الناس في رقابنا وأننا مسؤولون عليهم أمام الله، وأن الدعوة إلى الله ليست لعبة يلعب بها، وإنما سيسأل أمام الله عن الدعوة. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ده إلا تنفروا يعذبكم، إلا تنفروا يعذبكم. الموضوع مش هزار، يعني مش بس يستبدل، لا، ويستبدل قوما غيركم بعد كده، ولا تضروه شيئا بعد كده، انما في الاول يعذبكم. الموضوع مش ليس اختياريا. ثلاثة، رجل يعلم معنى الثبات ويعلم معنى الالتزام. مش يجي دعي لي اثبت يا عم الشيخ، يعني ادعي لك اثبت؟ هي دقنك دي عندك الثبات والانتكاس؟ هي دي القصة بتاعتك؟ هي دي الليلة بتاعتك؟ رجل يعلم معنى الثبات الحقيقي، زي اسماء بنت ابي بكر 17 سنه زي 98 سنه، زي ابو بكر الصديق 40 سنه زي 50 سنه زي 60 سنه. زي ابو بكر الصديق يقول لك والله لو منعوني عقال بعير حبل رابط رقبه بقره في الزكا، جابوا البقره وما جابوش الحبل، هعمل معركه لقاتلتهم علي، هقوم جيش عشان الحبل اللي في رقبه البقره. يا نهار ابيض، ويقف للراجل اللي خارج بالمسجد يقول له اينقص الدين وانا حي، اخرج برجلك الشمال مش برجلك اليمين. قال لا. وبعد كده لما منعوا الزكاه قال والله لا افرق بين من ترك الصلاه ومن منع الزكاه. ليه؟ هو بيتعامل ان اي حاجه في الدين مهمه، مفيش حاجه تنقص، مفيش حاجه تقل. انسان فاهم ان كل جزئيه في الدين مهمه، وان الدين لو اتفرط منه حبايه بقى هيتفرط، فاهم ومستعد ان يضحي بدمه عشان هذا الامر. رجل يعلم ان مسألة الدعوة الى الله هي قضية مصير وقضية جنة او نار. زي ما قلت لكم كده قصص الملتحين والمناقبات يوم القيامة، اتدرون ما المفلس؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلى. التنكير يفيد التعظيم، يعني مش اي صيام ولا اي صلاة ولا اي عبادة، ده جاي ومعاه عبادات كتير. يعني الاخ الشيخ فلان بقى، مش الاخ فلان، ده الشيخ فلان بقى، والشيخة فلانة او الحاجة فلانة بقى، وياتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا. قضية انه فرق الدين عن الاخلاق، يبقى قضية انه راجل يدرك شمولية الدين، وان الدين ما هوش حتة بيمسك فيها ويضيع بقى الدين باسم الدين. احنا كده بنضيع ديننا باسم الدين وباسم الالتزام عشان الفهم الناقص للدين. رجل عنده خطوط حمراء، عنده خطوط حمراء. الدين عنده مش مشاعر، يعني ما بيقيسش انا ملتزم ولا لا بقلبه الوقت مقفور وفوق، ولا قلبه الوقت تحت ووحش، ولا لا، بيقيسها عملي بالخطوط الحمراء العملية. عندك ثوابت تعبدية اذا انت ملتزم، عندك ثوابت دعوية اذا انت ملتزم، عندك ثوابت في دينك في طلب العلم او في حفظ القرآن او في نصر الدنيا اذا انت ملتزم، ما عندكش ثوابت اذا انت لسه ما انتش عارف الطريق، لسه قاعد بتخبط ما انتش عارف الطريق. رجل يخاف على دينه، ما هوش مغسل وضامن جنة، ما هوش مغسل وضامن جنة يا جماعة، ما هوش. احيانا اقابل الاخوة ونقعد مع بعض كده فنقول يا سلام اما ندخل الجنة بقى نعمل ايه، هو مفيش تفكير انه هو ممكن يدخل النار، هو مفيش تفكير انه هو ممكن يتعذب في القبر. هو الكلام ده احنا بنقوله للناس مش لينا، هو ما بيفكرش انه ممكن يموت على سوء خاتمة. يعني واحد من وسطنا سبحان الله، وامبارح يعني الاقي كلام غريب على الفيس، وضل ضلال مبين وذهب مع الفاجرين والفاجرات. انا ببص على الصفحة بتاعته مش قادر اتخيل وسطنا، يعني ممن كانوا وسط وسطنا من شهور قليلة، واحد تاني ملتزم وتفاجأ انه مشي في طريق الالحاد ويلحد والعياذ بالله، واحد تالت ملتزم وتفاجأ انه وقع في الزنا والعياذ بالله وترك الطريق. يعني انا عايز اعمل درس كده اسمه نهاية اخ. الناس اللي ما خافتش على دينها حصل لها ايه؟ الناس دي يا جماعة مصيبتها انها ما خافتش على دينها. معظم قصص الانتكاس كان بدايتها حاجات تضحك، لا يمكن حد يتخيل ان السبب ده هو اللي هيتفاقم بعد كده وهيضيع دين الاخ ده او الاخت دي، انما هي دي البدايه. اخت كانت يعني في مشكله، بتقول انا منتقبه وملتزمه و و و و و وجه فرح من الافراح في عائلتنا، قلت طب انا ما احضرش ليه؟ فرح عادي بقى ما احضر. حضرت، بصيت للستات كده حواليا، طب انا عامله في نفسي كده ليه؟ طب انا ما بقاش زيهم ليه؟ خرجت قلعت النقاب، قلعت. مصيبه بقى، انت متخيل ان ملتزم
يروح يحضر فرح ينتكس. يا اخوانا معظم النار من مستصغر الشرري، معظم الانتكاس من مستصغر الشرري. الاخ اللي يفرط بس في عمال، الاخ كل يوم ينام الفجر ما بيصحاش خلاص وبعد كده يتساهل، ده يبقى بداية الانتكاس. اخ تاني كل يوم يروح على الظهر، ده يبقى بداية الانتكاس. اخ تالت ربنا يحفظه، اخ تالت يبدأ يفرط في معصية، يبدأ يقع فيها ويكتر منها وبعد كده دمه يبرد فيها، دي تبقى بداية الانهيار. الشرخ اللي يوقع بناء الالتزام بتاعه. واحد رابع، عواطف بداية الطريق. ما ينفعش يا ابني ان انت يموت في قلبك في يوم من الايام عاطفتك تجاه تكبيرة الاحرام، او عاطفتك تجاه اصغر سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، او عاطفتك تجاه الخشوع في الصلاة. الملتزم اللي قضية الخشوع في الصلاة دي انساها بقاله سنة، يا ابني انت مهدد بالانتكاس. يبقى اذا رجل يخاف على دينه، يخاف من عذاب القبر، يخاف من سوء الخاتمة، يخاف ان يلقيه الله في النار ولا يبالي، ما هوش عايش لي في دور مغسل وضامن جنة. هي القضية بس احنا ندخل فردوس اعلى ولا ندخل في النص، هو ده بس تفكيره. مين اللي قالك الكلام ده يا ابني؟ لازم تخاف على دينك، لازم تخاف. يعني سبحان الله العظيم، اخ بيخاف من الموت، يخاف انه يموت في اي لحظة، يخاف. المسجد اللي جنب بيتنا، يعني شاب صغير كده في رمضان معدي، واحد اخواننا واقف عند المسجد فبيقول له يا ابني، جنب مسجد البدر اللي جنب بيتنا على طول، يقول له يا ابني يعني سبحان الله يا اخواني، يعني ممكن انسان يكلمك بطريق هو مش عارف ان 24 ساعة وهيتصلي عليه. يا ابني ادخل صلي، اصل انا لما ابقى قدك ابقى اصلي. هو انت وانت قد كنت بتصلي؟ سيبني اعيش بقى اليومين بتوعي زي ما انت عشت اليومين بتوعك. قبل ما يعدي 24 ساعة كان بتصلي عليه. القضية قضية انك انت تضمن منين؟ تضمن منين؟ ان انت هتعيش، تضمن منين؟ واحد خايف على نفسه انه يموت، خايف على نفسه انه يقابل ربنا كده، انت خايف تقابل ربنا كده؟ خايف ان تلقى الله هكذا؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، رجل يخاف على دينه. الصفة دي يا اخوانا صفة ما ينفعش ملتزم ما تبقاش عنده. اللي ضيع كل اللي انتكسه انه ما كانش خايف على دينه. يعني ايه؟ عارف لو تخاف على حذائك زي ما بتخاف على دينك كده وعلى قلبك. انت عارف يعني ايه واحد خايف على حذائه؟ الحذاء اتقطع بيخيطه، الحذاء اتوسخ بيلمعه، خايف على حذائه، خاف على دينك. واحد متابع، انا ما عدتش خايف على قلبي. واحد خايف على قلبه زي حنظلة قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس، قلبه فوق راح البيت، لقى الايمان نزل وقف في الشارع يقول نفق حنظلة، خايف على قلبه. انت خايف على قلبك؟ انت خايف على قلبك؟ خايف يموت كده؟ انت خايف تموت كده؟ المشاعر دي حية في قلوبنا يا جماعة. انت خايف تقابل ربنا كده؟ ففي قوة دافعة جواك انك دايما تصلح مستوى دينك ومستوى التزامك. نفسي اعمل البحث بتاع نهاية اخ ده يا جماعة، لولا ان اخاف على نفسية الملتزمين، ان انا اجيب من واقع حياتي. انا مش هقرا كتب ولا هشوف قصص، انا هجيب اللي انا شفتهم في حياتي كثير من الملتزمين او الملتزمات، وكان نهايتهم ايه؟ مش نهايتهم ساعة الموت، نهايتهم في الالتزام، تركهم للالتزام. وعملوا ايه بعد الانتكاس؟ عارفين ليه؟ عشان تفهم يا ابني انك في خطر، عشان تفهم انك لازم تخاف على قلبك، عشان تفهم ان معظم الانتكاسات من مستصغر الشرري. العمرة اللي فاتت كان اكتر حديث الواحد بيصحى من النوم وهو مفزوع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نوم بالليل، ينام الرجل النوم، اي يغفل الرجل الغفلة، ينام الرجل النوم فتقبض الامانة من قلبه. تغفل شوية، تطنش في امور دينك شوية، تيجي تفوق تلاقي قلبك ما عادش هو قلبك. الغفلة بفورة، الغفلة بفورة. يا اخوانا قضية مهمة اوي، قضية خطيرة اوي، انك انت تخاف على دينك. تخاف على دينك من فتنة النساء، وانت تخافي على دينك من فتنة الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة، ما تركت، كلمة ما تركت دي تولعك. ما تركت، انت عارف واحد بيقولك انا ما سبتش، انا حاربت كل الفتن اللي في الدنيا، انا حاربت كل المعاصي اللي ممكن الامة تقع فيها. ايه العزائم الجبارة دي؟ ما تركت فتنة اضر على امتي من بعدي على الرجال من النساء. ما تركت فتنة اضر على الرجال من بعدي من النساء. فتنة النساء، هو هي الستات، هو ممكن خراب الاقتصاد يخرب دولة،
ممكن الستات النساء لو فسدوا يخربوا دولة. بنات اعدادي وثانوي ممكن يخربوا دولة، لو فسدوا ممكن يخربوا دولة. المرأة لما بتفسد بتعمل اللي مفيش راجل ممكن يعمله. لو فسد امرأة فاسدة تخرب دولة، ايوة امرأة فاسدة تخرب دولة ممكن. يبقى خاف على دينك من فتنة النساء ولا يعصينك في معروف. قال ابن عباس يعني اول شيء كان يبايع عليه في لا يعصينك في معروف الا تخلو برجل. الخلوة ما بين الرجال والنساء، الاختلاط المحرم ما بين الرجال والنساء فتنة، انك انت تخاف على دينك من الدنيا. قال تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. ما تبصش على الدنيا، عينك ما تطلعش على الدنيا وانت ماشي. ليه؟ لانك مش هتقدر تغمض عينيك. اللي هيفتح عينيه وهيبص عليها مش هيقدر يغمض عينيه بعد كده، خلاص الدنيا قلبه هيستمرئها والعياذ بالله. تخاف على دينك وتعرف ان في ملتزمين فعلوا من الموبقات بعد ان فتح الله لهم ابواب الرحمة ما لم يكن يتخيلوا انسان، وان في كان ناس كان كل همها في يوم من الايام صلاة الفجر وقيام الليل والصيام النافلة والسواك وتكبيرة الاحرام والدعوة الى الله، جت ايام بقوا مدمنين مخدرات وبقوا زناه وبقوا علمانيين وبقوا، وفي يوم من الايام لم يكونوا يتخيلون وهيوصلوا للدرجة ديت. ولكن سبحان الله العظيم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، نسأل الله ان يثبت قلوبنا على دينه. رجل مع اخوانه، عايزين راجل مع اخوانه، انت راجل مع اخواتك، انت راجل مع الاخوة اللي حواليك دول، انت بميت راجل مع الاخوات اللي حواليك دول، راجل مع اخوانه. اخوانا سيدنا موسى لما شاف الفتاتين بنتين غلابة والرجالة قاعدين يسقوا المية، سيدنا موسى اصلا كان في كرب عظيم عظيم، قال ما خطبكما؟ الخطب المصيبة، الخطب الحدث الجلل، المصيبة دي انتوا واقفين كده ليه؟ مفيش رجالة في البلد دي. قالت لا نسقي حتى يزور الرعاء، الرعاء دول ما بيرضوش ان احنا نسقي للغنم بتاعتنا غير لما يخلصوا، وابونا شيخ كبير. قالت يعني بيستغيثوا في نفس واحد. مرة ماشي في الشارع كده لقيت واحدة بنت شابة، العمال قاعدين يطلعوا زلط ورمل وطوب، مهمة رهيبة قاعدين يطلعوا على سلالم خشب كده وشايلين، ها ولقيتها وسطهم قاعدة تطلع الرمل والزلط والطوب. أنا بصيت على المنظر ده، المجتمع ده مفيش رجالة، المجتمع ده مفيش واحد يقف ويقول لها ما خطبك؟ بنت شابة خارجة تشتغل تشيل اسمنت وزلط ومونة اللي أشد الرجال ما بيقدروش يعملوها، ده معناه إن بيتها ده فيه إيه؟ ولا معناه ان عندها مصيبة مالية في حياتها شكلها ايه؟ مجتمع ما خطبك؟ الرجولة الشهامة مع بعض، الشهامة الايجابية في الاخوة، مش الاخوة جزاك الله خيرا يا اخي او كلام وخلاص، انما الايجابية. مثل المؤمنين في تواديم وتعاطفهم، التعاطف ان انا انعطف، ان انا ابقى رايح في اتجاه وغير اتجاهي، الانعطاف ان انا اغير خط سري عشانك، ان انا عندي مشكله وانت عندك مشكله انا هجري لك في مشكلتك واسيب مشكلتي. فين الاخوه الايجابيه بيننا وبين بعض؟ الاخوه العمليه بيننا وبين بعض فين يا اخواننا؟ هذه الاخوه فين؟ الاخوه اللي تخلينا نؤثر نفسنا على اؤثرك على نفسي، فين هذه الاخوه العمليه؟ يبقى الرجل في اخوته لاخوانه، رجل في دينه، رجل في علاقاته بالله، رجل في دينه. راجل تقابله الاسبوع ده وتقابله بعد شهر تلاقيه بيزيد. راجل انس بن النضر في غزوة بدر كان مشغول في الدنيا، كان مشغول في اموره، ما خرجش مع النبي عليه الصلاة والسلام. جت غزوة احد مشغول في التجارة، عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقاتل، ساب الدنيا وراح، لقاهم بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام قتل، ولقى 70 صحابي بيتمثل بيهم ونزل وقاتل حتى قتل. انس بن النضر في بدر غير انس بن النضر في احد، انس بن النضر في احد اعلى. ليه؟ هو ده الدين يا ابني، ان انت مستواك يفضل في زيادة مستمرة، انك انت ما تقفش. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، انت يا بتطلع لقدام يا بترجع لورا، محدش واقف. اوعى تفتكر ان في واحد منكم ولا واحدة منكم واقف، انت يا بتتقدم يا بتتأخر، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، محدش واقف. انت يا بتطلع لقدام يا بترجع لورا، انت عن الجمعة اللي فاتت يا زدت يا نقصت، بس انت ممكن تكون ما انتش حاسس، لان التغيير بيجي بالتدريج، بيجي بهدوء من غير ما تحس،
من غير ما تشعر. سبحان الله، كانت اخت مره يعني بتتصل في مشكله ليها، يعني كانت على برنامج من برامج كده وبتتصل، فبتقول انا ربنا من عليا بالالتزام ومش عارف عملت ايه في الدين وانطلقت، وبعد كده جت مشكله فتشغلت بيها عن الدين فمش عارف ايه، فقمت قال عن نقاب وقمت ساب الالتزام. قلت سبحان الله العظيم، فما رعوها حق رعايتها. مصيبه كتير من الملتزمين والملتزمات انك مش مقدر نعمة ربنا عليك في القعدة اللي انت قاعدها دي، ان انت مش مقدرة نعمة ربنا عليك في القعدة اللي انت قاعدها، انه مدخلك بيته وبيسمعك عنه ووسط صحبة، وانك انت مش عارفة قيمة النعمة اللي انت فيها فبتفرطي فيها، فتيجي معصية. والله يا بختهم، وانت ما انتش عارفة انت في ايه، عامل زي ابن الملك اللي بص على واحد ماشي حافي في الشارع وماسك في ايده بسكوتة، قال يا بخته على البسكوتة الجميلة دي، اما انزل انا كمان معاه في الشارع، هو مش عارف هيسيب ايه ليه. كثير من الملتزمين ببلاهة لما بيشوف واحد بيعصي ربنا يبص على المعصية كده، يبقى هيريل على المعصية، هو مش عارف ربنا مديله ايه. فما رعوها حق رعايتها. قابلت ملتزمين كده قبل كده، يفرط في التزامه وبعد كده يقعد يبكي عليه ما يعرفش يجيبه تاني. انك تعرف النعمة اللي انت فيها دلوقتي، انك تعرف لما قابلت شاب بيقول لي انا حاولت انتحر 17 مرة، اما بنت مرة في ندوة الجامعة بتقول لي انا حاولت انتحر لحد دلوقتي مرتين، اما فلان امبارح واحنا في جولة من الجولات بيقول لي انا طالب في ثانوية عامة صاحبي انتحر عشان البنت اللي يعني بنت ووالده منعها عنها، ما قتل نفسه انتحر. انت ما انتش عارف، انت ربنا حميك في نفسيتك من ايه بالقعدة دي. انت ممكن لو سبت البيئة دي تبقى نزيل مستشفى من مستشفيات الامراض النفسية. انت ما انتش عارف ربنا من عليك بيه الوقتي، انت ما انتش عارف ربنا حافظ عنك شياطين الانس والجن قد ايه دلوقتي. انك تقدر النعمة اللي انت فيها، انك تقدر الفتح اللي انت فيه. رجل في علاقته بالله، رجل لما بيقع في الذنب ما بيلعبش. عمركم شفتوا مصارع نزل حلبة المصارعة، المصارع التاني قام خبطه خبطة كده قام واقع على ظهره، قام التاني نايم عليه لمس كتاف، والحكم عد واحد اتنين تلاتة وده خلاص انا اتخبط، انا ما ينفعش ان انا صارع، امال انت نازل الحلبة ليه؟ اهو ده كثير من الملتزمين والملتزمات، الشيطان يضحك عليه يوقعه في معصية، يقوم خلاص يسيب الشيطان يجيبه لمس كتاف، انا اتهزمت، انا ما ينفعش ابقى ملتزم، انا لازم اسيب الطريق ده لان انا كده منافق. ايه ده؟ يا ابني هو في مصارع بياخد خبطة ولا بيقع واقع ويقوم مستسلم؟ يا ابني قاتل الشيطان لحد ما تصرعه، لحد ما تنتصر عليه، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. رجولة يا جماعة، رجولة. النهاردة كنا بنتكلم عن ان اللي بيحصل ده يا جماعة، والله يعني شوف، يعني لا ازعم شيئا، انما من 5 سنين في قناة الرحمة، من 5 سنين، شوفوا الكلام ده من زمان، ها قلت لهم يا جماعة في حلقة من الحلقات، يا جماعة برامج التوك شو دي وراها مصايب يا جماعة، الناس دي مش مجرد برامج بتعالج المشاكل الاجتماعية للمجتمع، الناس دي علمانيين يا ايها الدعاء، الناس دي علمانيين، ريحة العلمانية طالعة من كلامهم وان لم يعلنوا. الناس دي بكرة هتبقى مصيبة لو ما وقفناش قدام العلمانية دلوقتي، فوقهم وادخلوا في معركة الاسلام ضد العلمانية من دلوقتي، لان الناس دي هتبقى مصيبة وبقوا مصيبة. انا بقول لكم دلوقتي يا جماعة، بقول لكم دلوقتي اللي بيعمله الطاهر السلفي ده هيدفع ثمنه اغلى مما يتخيل، والله انا بقول الكلمة دي والله يسمعني من فوق 7 سماوات. اللي بيعمله السلفيين دلوقتي هيبكوا على دم، اللي بيعمله السلفيين بطبقاتهم، اللي بيعمله الاخوة السلفيين وبعض من يوجهونهم هيبكوا عليه دم بكرة. هذه السلبية في مواجهة الفساد اللي في المجتمع، وهذا الانشغال بكل شيء الا الدعوة الى الله، انشغال بالسياسة ماشي، انشغال بالمش عارف ايه ماشي، انشغال باي حاجة تحت مسمى الدين ماشي. ان طيار بيزعم انه هو قائم لله وهو تارك للدعوة الى الله وهو تارك لنصر الدين الله، انا لو قلت لكم ارفعوا ايدكم دلوقتي كم واحد شغال في الدعوة فعليا، كم واحد متابع شاب او اتنين او تلاتة في الدعوة الفردية فعليا، كم واحد منكم بيدي كلمة اسبوعية فعليا، كم واحد منكم بيتكلم في الدعوة الى الله في كل تاكسي وفي كل ميكروباص وفي كل مواصلة فعليا، كم واحد وواحدة فيكم
ماشي معاه ورق ديني وسيديهات دينيه عشان اي موقف واي منكر يتدخل فعليا، انا لو سالت الموضوع هيطلع بايخ. وخدوا بالكم ده احنا هنا كمان بفضل الله ده في ورش وفي تحفيظ قران وفي نشاط وفي امال الباقي. والله يا اخواني اللي بيعملوا السلفيين والله ان لم يستفيقوا لا يبكون الدم. مفيش حد، مفيش مراكز قوه عند ربنا. الله لا يحابي في دينه احد. التيار ده تيار متخاذل، التيار ده تيار سلبي، التيار ده تيار ماهوش شغال في الدعوه الى الله في الوقت اللي حرمات ربنا كلها بتنتهك، في الوقت اللي الزنا في القرى السياحيه بقى علني، في الوقت اللي التوك شو كل من 30/6 لحد دلوقتي ماسكين ثوابت الاسلام ليل نهار تدمير وتحطيم بكل الوسائل وبيمدوا بمليارات لا تدري من اين ياتي. لو فضلتوا كده انتوا احرار. ربنا اله عزيز، ربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا اله عزيز، هتفضل تشوف المنكر وتسكت؟ هتفضل مكسوف انك تشتغل في الدعوه الى الله؟ هتفضل متكاسل؟ هتفضل متباطئ؟ انت حر، ما تلومش الا نفسك. انما ربنا قال للي احسن مني ومنك وللي احسن مني ومنك وللي احسن مننا ومن اللي علمونا، ربنا قال لهم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. وقال لهم ده بعد نصر بدر، مش قال لهم بعد ما خربوا الدنيا بسلبيتهم، ده قال لهم بعد ما الاسلام عز في الجزيره العربيه بايجابيتهم. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. الدين ده مفيش فيه لعبه، الدين ده دين ينقص الدين وانا حي. الدين ده دين والله لو منعوني عناقا حته معزه صغننه كده اهو كانوا يؤدونها لرسول الله لقتلتهم عليها. الدين ده دين جديه، الدين ده دين ابو بكر وعمر. هتلعب انت حر، بس لما تستبدل طعم الاستبدال وحش قوي. لو انا في يوم من الايام يعني ذهبت عني نعمة الدين والدعوة، ربنا يحفظنا يا رب ويتم علينا نعمته، وانا اعوذ بالله من زوال نعمته. وده عديت من قدام المسجد في يوم لقيت واحد قاعد هنا وقاعد يتكلم ويكلم الناس ويكلم الشباب والناس بتستفاد منه، انا من الحسرة ممكن اموت في مكاني. الاستبدال وحش. لو في يوم من الايام عديت لقيت ملتزمين شغالين في الدعوة في الشارع، شغالين في كل مكان، هتزعل قوي من نفسك وتحس انك استبدلت. والله انا شفت بحياة عيني كمية استبدالات، والاستبدال مر. شفت قدام عيني ياما ناس استبدلوا، وياما اخوات استبدلوا، وياما اخوة استبدلوا، ياما شفت استبدال، بل في هذا الدرس وفي غيري وفي الدعوة الى الله استبدالات. اللي بيلعب بيستبدل. الدولة العباسية لبخت ربنا وداهم وجاب العثمانيين. لا هو اي حد هيلعب في دين ربنا هيتكنس وهيجي الاحسن منه. وما نحن بمسبوقين على ان نبدل خيرا منهم، على ان نبدل خيرا منهم، وما نحن مسبوقين. ربنا قادر انه يستبدل من يشاء بمن يشاء. يعني هذا الدرس تحذير ليكم وتحذير لكل اخواني في الدعوه ممكن يسمع الدرس ده او يعرف او يسمع شيء منه. تحذير لكل سلفي على او صغر، ان يا اخواننا الطيار ده عنده مشاكل كتير قوي، عنده مشاكل خطيره قوي، ومش ده اللي المفروض يعمله عشان دين ربنا. وانا بمسك لساني عشان ما اقولش كلام يزعل حد، انما اللي بنعمله ده مش هيرضي ربنا. اللي السلفيين بيعملوه ده ما يرضوش ربنا. السلفيين خدوا على السلبيه، السلفيين خدوا انه يفضل قاعد تحت والشيخ فوق وفتح بقه ويروح ينام في البيت، ويروح يأنتخ على الكنبه في البيت بتاعه وفاكر انه كده ملتزم. السلفيين اتبنوا على صوره للدين، مش ده الدين بتاع ربنا، مش ده الدين الكامل. السلفيين لم يبنوا على النموذج الكامل للدين، انما بنوا على جزء منه وافتكروا ان ده الدين. ولكن الان فعلا ثوابت الدين في حرب، وثوابت العقيده في حرب، وجذور الدين في حرب في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فان لم نقم لله قوما فلا يلومن احدنا الا نفسه، وان شغلت قلوبنا عن الله فسيشغل الله قلوب الناس عنا، وان شغلنا بالله فسيأتي الله بقلوب الناس إلينا، وإن جهرنا بكلمة الحق
وعملنا لدين الله ونصرنا لدين الله فسينصرنا الله. ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى، وعد من ربنا ان اللي هيطبق الكلام اللي احنا قلناه الليلة ده كلام بتاع رجولة، ربنا هينصره وهيرفعه وهيمده والله، وهيحفظه وهيأيده وهيخليه آية للدنيا كلها. في ناس خايفة تشتغل في الدعوة، ولن يحفظ إلا من عمل في الدعوة، ولن ينجو إلا من ركب سفينة الدعوة، ولن يصل إلى الله إلا من لم يخف في الله لومة لائم. إنما الجبان خلاص أعوذ بك من الجبن والبخل، والكسول خلاص أعوذ بك من العجز والكسل، واللي الدنيا ضربته في قلبه خلاص وأعوذ بك من الهم والحزن خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص أنت حر، أنت حر لو أنت مشغول عن ربنا بحاجة. إنما لا تلومن إلا نفسك. عايزين واحد يقول لي طب التوصيات إيه في النهاية يعني نعمل إيه؟ خليك راجل بس في النهاية، خليك راجل، خليك راجل مع إخوانك. اعتبر إن الدين خطر يا أخي، اعتبر إن الدعوة إلى الله دي قضية مصير وجنة ونار بالنسبة لك يا أخي. خليك راجل، ما أنتش عارف تشتغل، أمال إحنا عاملين الورش ليه؟ ما عشان كل اسبوع الناس بتوع الورش ينزلوا جولة مع بعض من غير ما يتكسفوا، بجرأة وبقوة، عشان يجهزوا موضوع مع بعض ويكلموا الناس مع بعض، عشان كل واحد يتابع واحد ويتقابلوا مع بعض ويقولوا احنا تابعنا ايه، عشان نزيد يا جماعة مش عشان نفضل في مكاننا. هما احنا عاملين الورش ليه؟ عشان اللي انت مش قادر تعمله لوحدك تعمله وسط اخوانك، عشان تقدر تحفظ قرآن وسط اخوانك، عشان تقدر تخطو في الدين، عشان تقدر تروح مقابر وتتربى وتتبنى وتطلب علم، عشان تلاقي حد يصحيك لقيام الليل. امال احنا عاملين الورش ليه؟ والدرس ده معمول ليه؟ يعني مش فاضيين يعني كلنا فاضيين كده وبنتقابل مع بعض ساعة في الاسبوع؟ امال احنا بنيجي هنا ليه؟ امال احنا عاملين التحفيظ ليه؟ اخوانا عايزين نبقى رجالة. لسه شهر على 10 ذي الحجة، النهاردة 4 ذو القعدة، ان الوقت ليلة 5 ذو القعدة، يعني لسه 24 يوم. قبل العشر بشهر، السنة اللي فاتت كنت بقول لكم قبل العشر بعشر، انما النهاردة بنتكلم عن الرجولة. الراجل يبدأ يستعد العشر ذي الحجة من قبلها بشهر. رمضان كان 30 يوم كان ينفع انك انت تقعد لك اسبوع في النص عندك فطور وتقوم تكمل، انما عشر ذي الحجة حبيبي كلهم 10 ايام، لو فطرت لك 3 4 ايام في النص راح عليك نصهم، هتكمل على ايه؟ رمضان كان الشياطين مكبلة، 10 ذي الحجة مش مكبلة، يعني امتحان بحق وحقيقي قدام نفسك والشيطان، يعني 10 ذي الحجة مدتها اقصر وامتحانها اصعب من رمضان، وهي نهاية الميقات، الميقات الاربعين يوم 30 رمضان وعشر 10 ذي الحجة. يبقى ولكن 10 ذي الحجة ثوابها اعلى، فلم يقسم الله بايام رمضان وانما اقسم بليالي العشر من ذي الحجة، فضلها الله على رمضان بالقسم، وفضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رمضان بانها افضل ايام الدنيا. يعني عايزين نعرف ان احنا قادمين على موسم كبير وموسم مهم وفرصة جميلة قوي للدعوة الى الله، وفرصة جميلة قوي للتجديد. ثبت الخطوط الحمراء بتاعتك الشهر ده عشان تقدر تدخل في 10 ذي الحجة وانت فعلا قادر انك تعبد ربنا الليل نهار فيهم. عايزين نشتغل يا جماعة، عايزين نشتغل وعايزين نشوف ديننا، وعايزين يعني نشوف كل حاجة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. انا يعني النهاردة مش قادر انادي توصيات، يعني انا حاولت افكر يعني نوصي بعض بايه، مش عارف اوصيك بايه. انا جواه حريقة، انا مش عايزة ولا حريقة في قلبي واعمل عليها كوباية قهوة، انا جواه حريقة، انا عايزك جواك يبقى حريقة، يعني انا عايزك تغير على دينك. والله كنت قاعد مع 2 من اخواني من ايام بقول لهم انا غاير على دين ربنا ان احنا جنوده، انا غاير ان الدين العظيم ده يبقى احنا الرجالة بتوعه، يعني استغفر الله العظيم لولا حلم الله كان اللي زينا اتخسف بهم، كان اللي زينا اتكنس وجي غيرهم اللي احسن منهم، ولكن حلم ربنا علينا ما نبرطعش بقى، نفهم ان احنا الوقت عايشين في حلم ربنا، نبدأ نفوق بقى. لحد امتى هيحلم عليك ولحد امتى هيحلم عليكي؟ نحس يا اخوانا، نحس. الواحد كل ما يجي يشد في الدرس يقول نشد على الاخوة، وتصعبوا عليا الايام دي صعبة والضغوط صعبة وما هماش ناقصين، وكل واحد منهم فيه من الضغوط ما لا يعلمه الا الله، معلش واحدة واحدة. انا مش قادر، مش قادر فعلا، يعني اللي بيحصل كتير واللي الاخوة والاخوات بيعملوه كتير صعب يا اخوانا،
حرام اللي احنا بنعمله ده، حرام حرام والله. فما رأوها حق رعايتها. احنا بنخرب بيتنا بايدينا واحنا مش حاسين، احنا ديننا بيضيع قدام عينينا واحنا واقفين نتفرج. طب نعفر الى الله باي شيء ربنا ينصرنا بيه؟ القى عصاك يا اخي، اعمل اي حاجة، اصل مش انت اللي هتنصر الاسلام، مش انت، ربنا اللي هينصره. انما انت لازم تقدم برهان صدق عشان ربنا ما يستبدلكش. برهان الصدق ده ممكن يكون واحد تشتغل معه في الدعوة، ممكن يكون جولة تنزلها كل اسبوع مع الورشة بتاعتك، ممكن يكون بقى اللي ربنا يفتحه لك. احنا كلنا ارزائية في الاستعمال، ربنا بيستعمل من يشاء فيما شاء. انما نتعرض لفرج الله، نبقى رجالة في الدين، نبقى رجالة في الاعمال الدينية اللي احنا بنتكلم عنها في الدرس ده. انما مش ودن من طين ودن من عجين. لعل ربنا يفتح على ايدينا قضية القعود عن الدعوة الى الله. للمرة الاخيرة بحذركم يا جماعة، وانتوا احرار، طيار السلفي طيار قاعد عن الدعوة الى الله. اللي شغالين في الدعوة فيه يتعدوا على الصوابع، انتوا احرار يعني لهذا الطيار من اوله الى اخره. النهاردة كنت بخطف في بلد بعيدة، قاعد مع الاخوة بعد الخطبة، انا حاسس اني قاعد مع تماثيل. يا ابني يا ابني اتحركوا، انتوا بتقعدوا مع بعض جلسات؟ لا لا. انتوا شغالين في الدعوة؟ لا. تنزلوا الناس؟ لا. انا يعني مش عارف اعمل ايه، والله حزين. هو احنا بنعبد البشر من دون الله؟ هو انت لو الشيخ اللي ما بتحبه ما نزلش، ما انتش نازل، يبقى انت مش بتعظمه، انت بتعبده. هو احنا عبدة بشر؟ هو لو انا بكرة سبت الدعوة انت هتسيبها تبقى بتعبدني؟ يا اخوانا يا اخوانا فوق، يعني لعل ربنا يستخرج منا ما يرضى به عنا، لعل يعني لعل ان شاء الله باذن الله. يعني حاجة زي الورش النهاردة، اتكلموا في الدعوة، كل ورشة تتفق مع بعضها على عمل من اعمال الرجولة عشان يمكن نبقى رجال عند ربنا سبحانه وتعالى. اخر حاجة، طولت عليكم يا اخوانا انا اسف، يعني رحلة المحطات السبع، الرحلة اللي عملناها لدمياط الجديدة الاسبوع ده لشباب التحفيظ فقط، شباب التحفيظ فقط، فضلوا منة الله. طبعا كانت رحلة جميلة، وزي ما قلت لهم كده في وانا بتنقل ما بين الاوتوبيسين، قلت لهم ده اجمل رحلة طلعتها في حياتي، لان انا طالع مع ناس بيحفظوا كتاب ربنا، مفيش في الرحلة دي واحد ما بيحفظش القرآن. قلت لهم الاحساس اللي انا حاسه عمري ما حسيته في رحلة طلعتها مع الشباب قبل كده او طلعتها مع حد قبل كده. بفضل ومنة الله اتعمل طبعا مسابقات كتير بفضل ومنة الله، ثقافية ورياضية وبحرية، يعني بفضل الله طبعا كالمعتاد ورشة الشيخ ايهاب عيد طبعا، ورشة اخونا محمد عبده، يعني ربنا يحفظهم طبعا، كانوا هم الاوائل. يعني ادارة تحفيظ المحطات السبعة يعني بيخبروكوا ان ديت لن تكون اخر فعالية للشباب اللي بيحفظ معانا في طريقة المحطات السبعة باذن الله. وبيقولوا لكم ان شاء الله باذن الله هنعلن قريبا عن فعاليات جديدة واعمال دعوية واجتماعية وايمانية جديدة لبتوع التحفيظ للي بيحفظوا في طريقة المحطات السبعة باذن الله. طبعا يعني انا عايز احييهم على المجهود الكبير اللي عملوه يا جماعة، يعني لدرجة ان هم عشان يعملوا شباك طايرة ويعملوا حاجات كده خاصة بالمسابقات الرياضية، يعني جابوا عواميد حديد وجابوا حاجات غريبة، يعني لدرجة ان في عمود منهم كان شبه البازوكة كده. لو لقيتوا صورة ليه على الفيسبوك بتاعه وهتفتكروا انها بجد احسن. فاحنا يعني ربنا يحفظهم بصراحة، بذلوا مجهود كبير جدا بصراحة، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ان شاء الله. يعني في دار البيان بقى في طريقة المحطات السبعة يوم الاثنين الجاي العصر، يوم الاثنين هيبقى اول درس تجويد في المحطات السبعة في التجويد. هم مقسمين حفظ القرآن سبع محطات، الجزء الثلاثين الاول، وبعد كده الجزء 29، وبعد كده من قاف للتسعة وعشرين، وبعد كده من ياسين لقاف، منهج يعني بحيث انك تبقى مرتب دماغك تماما، ولو جه فترة عارضة بعدت تعرف انت راجع على ايه. فعاملين التجويد برضو سبع محطات، المحطة الاولى رسم المصحف، رسم المصحف قال وصلي والجيم بس يا عم بالراح، درج درج وعلى الله الفرج. المحطة التانية احكام التجويد بقى الاساسية بقى، النون الساكنة التنوين. المحطة التالتة مخارج الحروف. المحطة الرابعة بعد كده في محطة صفات الحروف،
بدأ الكلام الكبير بقى. المحطات اللي بعد كده محطات متقدمة، يعني عاملين منهج ان شاء الله هيبقى درس التجويد في المحطات السبعة 3 مواعيد في الاسبوع يتشرح فيهم نفس الدرس، بحيث ان كل اللي بيحفظه يبقى في معاد يناسبهم ان شاء الله يجوا فيه. واول معاد للتجويد يوم الاثنين العصر، عشان الشباب اللي بيحفظوا معانا يوم الاثنين العصر. الدكتور محمد الاخ خالد معانا هنا، يعني اللي عايز يقدم يا جماعة ان شاء الله في التحفيظ معانا في دار في طريقة المحطات السبعة، يعني اخونا الاخ خالد اهوت باذن الله يعني بعد الدرس يروح له عشان يقدم معانا باذن الله سبحانه وتعالى في تحفيظ القرآن. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. اسف يا اخواني على يعني نحن شدنا على بعض الليلة. اللهم يا ربنا ارضى عنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا بذنوبنا، اللهم لا تستبدلنا بمعاصينا، اللهم لا تستبدلنا بتخاذلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم استعملنا جميعا في الدعوة إليك، اللهم استعملنا جميعا في نصرة سنة نبيك، اللهم استعملنا جميعا في الدفاع عن شريعتك، اللهم استعملنا جميعا في هداية الشباب والناس أجمعين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، لا تستبدلنا يا رب، لا تستبدلنا، اللهم أغثنا، اللهم ابعث الإيمان في قلوبنا، اللهم قو في رضاك عزمنا يا رب، يا رب أنت رجاءنا، أنت رجاؤنا، وأنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم المفسدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.